ميخائيل، كنت الرابح بالتحدي الماضي وانت هلأ بأمان. برأيك رح تكون بين الأفضل أو الأسوأ هالأسبوع؟ إن شاء الله الأفضل. إن شاء الله. خبرنا أكثر عن تصميمك. طلع لي صبي اسمه ياسر، فأخذت من التابلو اللي رسمه ياسر الشجرة وعملتها على طريقتي، وإن شاء الله هو بيقدر يعمل شجرة حياته هيك. حبيته، وخصوصاً كيف ما برملت القطعة بتلاقيها حلوة، الألوان منا نافرة، متناغمة مع بعضها، ومن وراء كتير أنيق، بتحسيها أنيقة القطعة. تلبسي يعني؟ إيه. يسرى، تلبسي ولا لا؟ أكيد. بحبه قوي. في أمل، في حاجة حلوة، في كلاس، عجبني قوي قوي. شكراً. عفاف، حبيت كيف ترجم حلم الطفل؟ كثير حبيته، رغم اللي انه كان عنده الحصانه. ميخائيل بيضلوا بيشتغل، which I like a lot. يعني you know I'm شريره so I have to find something. انه شوي هيك يمكن طول البنطلون شوي. 100%. بس بتعطي بالو؟ بالو ايه. بس البلو بلو بلو بعده ما اجى. بعد مش دوره. لا كثير بحب اللي بيعمله ميخائيل. برافو. إلي صعب، شو التفاصيل اللي حبيتها بهالتصميم؟ أنا بحب كتير ميخائيل شو بيعمل، صار ثالث حلقة هيدي وعم براقبه عن قرب يعني كيف هو. عندي بس تعليق واحد اللي قلته عفاف، لأن ما حق 100%، لأن هيك بنطلون هالقد سيجارات لازم يكون لعند الكاحل دغري، لأن بحط بيعطي طول للإجرين أكتر. كتير سعيد إنه أنت عليك الحصانة وعطيتنا شغل حلو هالقد. فرصة مرة غيابية مثل ما حب ميخائيل صوفيا.